إسماعيل بنوصل للمحطة الـ15 من مريان القومي للمسرح المصري اللي بيقام على مسارح البيت الفني للمسرح، وحضرتك رئيس البيت الفني للمسرح، تكلمنا عن خطة استقبال المهرجان 34 عرض في 15 يوم. طبعا هو يعني بس تصحيح صغير، هو مش مسارح البيت الفني، ما هو طبعا البيت الفني واخد يعني 70% تقريبا، لان طبعا بيشارك المعهد الفنون المسرحيه وفنون شعبيه ويعني اكتر من 3 او 4 مسارح تانيين. الاستعدادات طبعا زي ما انا قلت جوه المؤتمر، احنا يعني قلقانين شويه على الجمهور، فبنحاول ان احنا نأدي كل الاجراءات الاحترازيه على اكمل وجه. من اسبوع بالظبط احنا شددنا تماما على ان احنا نرش المسارح ونطهرها ونعقمها وما الى ذلك، وهيبقى في رشه قبل العرض ورشه بعد العرض، وهنلزم الجماهير كلها بانها تكون جايه بالكمامه بحيث ان يبقى في نوع من انواع الوقايه، عشان الجمهور ده احنا عاملين المهرجان ليه، فلازم يعني نخاف عليه لان هو الاهم بالنسبه لنا. يعني البيت الفني للمسرح بيشارك بخمس عروض ما بين المسرح الحديث والطليعه وفرقه الغد، كلمنا عن سمات العروض المشاركه في المهرجان. هو طبعا عشان بس يبقى مفهوم المساله، ان احنا بنكون لجنه من كبار المسرحيين والنقاد، بيختاروا لنا العروض اللي هم شافوها خلال الموسم، واللي ما شافوهوش بنجيبه لهم فيديو يعني، وهم بيختاروا العروض دي. طبعا بنكون في ذكاء شويه بحيث ان احنا بنبقى عارفين ان العرض ده داخل ينافس على تمثيل، ده داخل ينافس على ديكور، ده المزيكا وما الى ذلك، ده عرض متكامل. املنا طبعا ان احنا نفوز، لكن الاهم بالنسبه لاي مسرحي ان المهرجان نفسه ينجح ونشوف عروض جميله ونشوف عروض، مش مهم مين اللي يكسب، لكن المهم ان يكون في عروض جيده موجوده من كل الجهات. يعني مصر الدوله الوحيده اللي قدرت تتجاوز كورونا، وكان عندنا مهرجان السنه اللي قبل، واتكلمنا عن الجمهور بقى وعدده واقباله عامل ازاي في المهرجان القومي. انا هكلمك على لحظه بعد الاغلاق، وكنت انا ومعالي الوزيره والاستاذ خالد جلال بنفتتح اول عرض يتم، كنا في ساحه الهناجر اما تم السماح لنا في الاماكن المفتوحه. ما تتخيليش ان كلنا دمعنا، لان احنا شفنا الجمهور مره تانية. انا بكلم الكلام حقيقي وصادق تماما، لان الناس كلها في البيوت، الناس كلها قاعده، اضطرونا ان احنا نعمل لهم مسرحيات نزاعها على اليوتيوب في قناه وزاره الثقافه. بالظبط، عملنا المبادره بتاعه البيت الفني وعملنا 10 عروض وعدنا عروض تاني وما الى ذلك، لكن وجود الجمهور لا خلاف ان هو اللي بيعمل الحاله الجميله اللي احنا بنكون مستمتعين بيها. يعني شكرا يا فندم.